أهلا بكم أعزائنا المشاهدين عبر قناة فراس على اليوتيوب. معنا الآن شباب من المعتصمين في داخل ساحة التغيير بجامعة صنعاء. الاسم محمد البخيتي، معتصم هنا من 3 فبراير، حتى يسقط النظام بكل أركانه، حتى تطهر اليمن من السفاحين والمجرمين الذين أكثروا فيها الفساد. سنبقى هنا حتى بعد سقوط علي عبد الله صالح، حتى نطهر يمننا الحبيب ليرجع لأهله، وإن شاء الله تكون حياة أسعد بإذن الله، وعندنا كفاءات في الشباب ما نحتاج إلى القديم كله. إن شاء الله نطهر البلد منهم كامل، ونسترد أموال الشعب، نسترد ممتلكات الشعب والأراضي، حتى من علي محسن نستردهن إن شاء الله قريبا بإذن الله. نوجه لهم رسالة أن يصمدوا، وأنهم في طريق الأمام ماشيين، إن شاء الله أنهم ماشيين للنصر، ونبقى هنا حتى نقوم بمحاكمة سنقوم بمحاكمة الذين قاموا بهذا الإجرام البشعة في جميع المحافظات اليمنية، سواء في محافظة صعطاء أو في عدن أو في صنعاء أو في. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يسألني البعض ليش انضمينا وليش هذا، لأن أكثرهم يقولوا أنهم الحزب الاشتراكي، أنهم الحزب، إحنا ما جينا لهنا لا نبعد النظام الفاسد، وإذا ينضموا الناس من النظام نفسهم ينضموا لنا ونقول لهم انهم اصلحوا وانهم هذا، لا، احنا مطالبين بنسقط النظام ونحاسب المفسدين الذي نفسدوا حتى في حق مواطن واحد، ها، ونحاسب كل واحد، اي كل حزب لا يتدخل في هذا، ثورتنا ثورة شباب، وان كل واحد ينضم الى هذه الثورة فسوف يدري انه بايتحاسب. احنا ما جينا لهنا لا نبعد الفساد، مش نبزهم ونردهم، لا عندنا، لا ثورتنا، خليهم لهم منصب، نخليهم منهم الاصلاحي، نخليهم، لا، احنا جينا هنا نحاكم كل من اسفك دم في صعدة، في القبائل، بين القبائل، في عدن، في الضالع، في اخواننا في كل مكان، والذين هانوا شعبنا واكثر من اكثر ثلث الشعب مشردين في كل دولة، وأضعف ناس، وهذا يجي مكنك سلطة ولده ويقول لك انتخابات ويقول لك مدري ايش، ولده حارس، ولده هذا، وايش ما ننتخب، وايش ما نفعل، وشكرا. هي هكذا وحدة واحدة في ساحة التغيير. انتظروني مع مزيد من التقارير في على قناتي.